والناموس للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة من الله دائما وأبدا نستعين. هكذا مشاهدين متابعين الكرام أينما كنتم، نجدد بكم اللقاء والترحيب من جديد في هذا الصباح الجميل، صباح يوم الأحد الموافق 10 من شهر سبتمبر لعام 2023، حيث نأتي في هذا اليوم إلى انطلاقة وتحديات سن الكبار، سن الإثارة، سن المتعة، وسن النفس الطويل. مسافتنا هي مسافة 5 كيلومترات. انطلق على بركة الله شوط الزمول، وهو شوطنا السادس من تعداد أشواطنا لهذا الصباح. أبدأ بداية مع مقدمة الشوط لكي يتابع من يحتل المركز الأول. هنا مبلش لعلي بن سعيد بن راشد آل سنيد المري، مقدم لنا مبلش على مستوى المركز الأول. المركز الثاني أتابع القدوم وأتابع الحضور من قبل الاسم الواصل في هذه اللحظات. مرحبا يا نواف، ومرحبا بقدوم نواف، ومرحبا بمالك نواف ومضمر نواف. علي بن متلع بن مسلل مقاط العتيبي مقدم لنا نواف على مستوى ثاني المراكز، يتقدم على ثاني الأسماء. المركز الثالث أتابع الحضور، أتابع القدوم، أتابع الوصول من قبل فراع لسالم بن علي بن فهيد آل زبدان المري. من يقدم لنا فراع على المركز الثالث؟ المركز الرابع أتابع الحضور وأتابع الختال. الختال من يتقدم؟ لخالد بن حمد بن صالح الغفراني. من يقدم لنا الختال على المركز الرابع؟ ولكن المدهش في عالم الأصالة، المدهش في عالم سباقات الهجن العربية الأصيلة، يتقدم في هذه اللحظات ليقدم لنا شعاره ويستعرض لنا بشعاره وإنجازاته في هذه اللحظات. مبعد يصل لسالم بن عامر بن راشد بن سعيد المدهوشي، مقدم لنا مبعد. من غير في هذه الأثناء وغير من المركز الخامس إلى ثاني المراكز؟ هكذا هو النداء، هكذا هي النتيجة للخمس الأسماء الأولى، للخمسة الأسماء المنطلقة والباحثة عن هذا الانتصار الكبير. لنا عودة إلى شعارك يا السنيد. من يقدم لنا شعاره ويقدم لنا مبلش؟ مبلش 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 مبلش. من حتى هذه اللحظات يتمسك بزمام الأمور ينطلق على المركز الأول. يا سلام يا بن حبيبة، يا بن حبيبة. يقدم لنا مبلش علي بن سعيد بن راشد آل سنيد المركز مقدم لنا مبلش. المركز الثاني أتابع مبعد، ليتقدم سالم بن عامر بن راشد المدهوشي، مقدم لنا مبعد. هنا ينطلق على المركز الثاني المدهش 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 المدهش. يصل في هذه اللحظات بينما المركز الثالث أتابع الهمام مسفر بن محمد بن مسفر بن محيميد. من يقدم
لنا في هذه اللحظات بن محميد من يقدم لنا الهمال على المركز الثالث المركز الرابع. أتابع القدوم، أتابع الاسم الحاضر، شايش من يصل، شايش من يصل في هذه اللحظات. سعود بن عبد الله بن احمد النعيمي مقدم لنا شايش المركز الخامس. وصلت الاسماء ووصل شاهين ليصل شعار البريدي، مقدم لنا شاهين. محمد بن عبد الهادي بن جابر بن حسين، يا بن حسين البريدي يصل على المركز الخامس، ولكن العودة، العودة إلى شعارك يا بن حبيبة، العودة إلى شعار مبلش وراعي مبلش وانطلاقة مبلش، ولكن مبعد، مبعد المدهش، مبعد المدهش، مبعد المدهش. من غير في هذه اللحظات؟ غير وانطلق انطلاقة الفوز. هنا ينطلق ويغير إلى المركز الأول، الكيلو الأخير، الكيلو الخطير، سالم بن عامر بن راشد المدهوشي. من يقود المسيرة؟ من غير في هذه اللحظات؟ يقدم لنا مبعد. الله الله، المركز الثاني مبلش ليتقدم علي بن سعيد بن راشد آل سنيد المري، مقدم لنا مبلش. المركز الثالث، هنا يتقدم الهمال مسفر بن محمد بن مسفر بن محميد، هنا ينطلق على المركز الثالث، ولكن الأسماء واصلة، ولكن وين 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 يا المدهوشي؟ وين انطلق المدهوش؟ انطلق وغادر مع مبعد، وابعد المسافة بينه وبين بقية المنافسين، ابعد المسافة بينه وبين بقية المشاركين. سلام يا المدهش، سلام يا المدهش. وليس غريب هذا الانجاز، فانت المدهش في عالم الاصالة. سلام يا مبعد، سلام، تهانينا والف مبروك. المركز الثاني وصل لزام لأحمد بن حسن بن ناصر المهندي. المركز الثالث كان الوصول مع شايش لسعود بن عبد الله بن أحمد النعيمي. المركز الرابع شاهين لمحمد بن عبد الله بن جابر بن حسين البريدي. المركز الخامس وصل مبلش لعلي بن سعيد بن راشد بن حبيب المري. إذا تهانينا والناموس لمالكي مبعد سالم بن عامر بن راشد المدهوشي على هذا الفوز والانتصار. 8:17 و28 جزءا من الثواني. تهانينا والف مبروك على هذا الفوز، وسلام يا المدهش، سلام. المركز الثاني وصل لزام على ثاني الأسماء أحمد بن حسن بن ناصر المهندي. 8:24 46 جزءا من الثواني. بينما جاء في المركز الثالث شايش لسعود بن عبد الله بن أحمد النعيمي. 8:26 66 جزءا من الثواني. تهانينا والف مبروك للجميع. شوطنا